تفقد محافظ القاهرة خالد عبد العال مجمع الخيال السكني الذي أقامته الدولة كمساكن بديلة للمناطق غير الآمنة لمتابعة الأعمال الجارية لتسكين سكان منطقة السكر والليمون وحوش الغجر والجيارة. وأكد محافظ القاهرة أن مشروعات الإسكان التي أقامتها الدولة على أرض المحافظة أسهمت في توفير حياة كريمة لقاطنيها. كما تفقد محافظ القاهرة أعمال تطوير منطقة بطن البقرة بحي مصر القديمة في إطار التطوير الشامل الذي تقوم به الدولة لمنطقة الفسطاط ومصر القديمة بالكامل، وذلك لإعادة الشكل الحضري لهذه المنطقة التاريخية.